الرفيس الاكتبي دهاننا والناموس للفايزين في المراكز الاولى. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء اينما كنتم احييكم بتحيه اسلاميه خالده، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. احييكم مع ثالث الايام هذا المهرجان، هذا الكرنفال الكبير، هذا العرس الكبير والغي الكبير الذي يحتضنه ميدان التحدي، ميدان الشحانية. ما شاء الله تبارك الله على هذه الأعداد، على هذه الأسماء التي توافدت من كل دين الخليج، أتوا ليشاركوا في هذا المحفل الكبير، في هذا العالم الساحر، عالم رياضات الهجن العربية الأصيلة. شكرا 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 لكل من دعم وساهم وشجع وتابع هذا العالم الساحر، عالم رياضات الهجن العربية الأصيلة. ما شاء الله تبارك الله، شوطنا الثالث عشر والذي لا يقل أهمية عن بقية الأشواط، بل يزيد الأهمية ويزيد الصراع ويزيد التنافس. لمحبينا ولعشاق بالفعل نسير معا ونبحر معا مع الرقم واحد، مع الكادر الامامي. هناك المدرج الامامي، ارى الصداره، ارى الانطلاق هنا من قبل راهيه، راهيه راهيه راهيه، رهت على الجميع، رهت على الصداره، تعود ملكيه راهيه لعبد الله بن رملي بن محمد العامري، من يتابع انطلاق راهية على المركز الأول، المركز الثاني، الفائزة وإن شاء الله فائزة في هذا اليوم، والكل فائز في هذا المهرجان، مهرجان المؤسسة طيب الله ترى. الفائز على المركز الثاني سعيد بن علي العفار، من يتابع انطلاقة الفائزة على المركز الثاني، المركز الثالث، هنا نرى الوصول والقدوم من مكين مكيدة يا مكيدة، والاسم التراثي بالفعل تحمله مكيدة، مكيدة تعود ملكيتها لسهيل بن سعيد بن خيلة العامري. أهالي العين، أهالي منطقة الخضرة والجمال يطالبونك بالسلامات يا بن خيلة. المركز الرابع، هنا نرى القدوم من حامل الرقم الثريا على المركز الرابع، لكن يختطف من قبل حامل الرقم 19، هذه سلهودة لمحمد بن غريب بن راشد بن صبح، محمد بن غريب بن راشد بن مصبح الاكتبي، من يتابع الثريا على المركز الرابع. والمركز الخامس، هذه حملة رقم 5 وموقعها في المركز الخامس، واتجاهها سليم الى القيادة، الى 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 الى, إلى الكوكب الخماسية، الى الفايف ستارت. هذه الشاهينية لحمد بن محمد بالحطم العامري، ما شاء الله تبارك الله. هذا ندانا الاول للخمسة المنطلقين، للخمسة المندفعين، نعم إلى الخمسة المراكز. وما خلف الخمسة هناك والله أسماء، والله شعارات صالت جالت على أراضي ميادين الهجن، جهزت لهذا المحفل الكبير، جهزت لهذا الكرنفال الكبير. نعود إلى الصدارة، أعود إلى التغيير اللي صار وجرى من قبل مكيدة يا مكيدة، مكيدة لسهيل بن سعيد بن خيلة العامري، من يتابع مكيدة. وركز ركز يا بن خيلة، الجماعة قادمون ويطالبون، ولما لا يطالبون؟ وكما قال المثل العربي، ما ضاع حق ووراءه مطالب، لما لا يطالبون؟ وهو شرف عظيم لمن يحظى ويحصل عليه، لما لا يطالبون وهم يروا هذه الجوائز، هذه السيارات المرصودة
المرصودة، هذه الرموز نعم والجوائز المرصودة هنا على أرضية ميدان التحدي. لما لا يطالبون وهم يروا هذا الجمع الغفير ويروا هذه القنوات المتابعة لهذا المهرجان، المهرجان مهرجان المؤسس طيب الله تراه. لما لا يطالبون وعندما ترفع عليك السماعات ويقول لك الناموس يا فلان، الناموس والله مميز، الناموس مميز. المركز الثاني سلهودة لمحمد بن غريب الراشد بن مصبح للتبي. المركز الثالث هنا رشي جديد وصلني، هذه الشاهينية لسعيد بن منانة بن غدير للتبي ما شاء الله قادم مع الشاهينية على ثالث المراكز. المركز الرابع، المركز الرابع الساعة 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 على المركز الرابع وأول نداء للساعة سليم بن حمد بن حبتور الينابي من يتابع الساعة على المركز الرابع والمركز الخامس. أشكرك يا رعيم صحة، أشكرك الدوحة 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 الدوحة. سالم بن علي المسند بن سنيدة الدعية نعم من يتابع، من يتابع الدوحة على المركز الخامس. هذا ندانا الثاني، ندانا الثاني للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. وإن سألتوني عن موقعنا بقول الألف والمئتين، ألف والمئتين يا مشاهدين يا مستمعين يا من لكن تصلنا عن خط النهاية. والتبادل مسموع، التجاوز مسموع في هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. الشاهينية اللي غيرت، الشاهينية اللي انطلقت سعيد بن منانة بن غدير للتبي ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني هذه سلهودة لمحمد بن غريب الراجل من صبع للتبي. المركز الثالث هنا أرى الوصول من قبل مكيدة للسيد بن سعيد بن خلال عمري. المركز الرابع هذه اللي غيرت، هذه مصيحة الاسم التراثي عامر بن علي من قبل من يتابع مصيحة وأول نداء لمصيحة ما شاء الله تبارك الله. غلاف جوي نعم، غلاف جوي. وين السلامات ستتجه؟ لمن السلامات؟ لمن ثالث الأصوات؟ الصدارة، الصدارة مع تعبيل الانطلاق، الانطلاق والتحدي مع الشاهينية لسعيد بن منانة بن غدير للتبي. المركز الثاني تلودة لمحمد بن غريب الراهي بن صبح للتبي. الكوكبة ثنائية، الكوكبة ثنائية والحوار ثنائي ما شاء الله تبارك الله. ما بين الشاهينية وما بين ما بين سلهودة، سلهودة ولا الشاهينية؟ سلهودة، سلهودة ما شاء الله تبارك الله. أعلنت التحدي في يوم التحدي في أرضية ميدان التحدي قائد فيلق الجبيب. الله الله الله، خط النهاية، خط النهاية، خط النهاية يحتضن حبا واحتراما وولاء لوصوله سلهودة. سلام الهير، سلام سلام منبع الأصايل محمد بن غريب الراهب المصبح لكتب المركز الثاني. وصلت الشاهينية سعيد بن منال بن غدير لكتب المركز الثالث. المركز الثالث أنصيح على عامر بن علي بن طفل. المركز الرابع، المركز الرابع وصلتنا مكيدة للسهيل بن سعيد بن خيلة العمر. والمركز الخامس، المركز الخامس صلالة عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي. هكذا هي الإثارة، هكذا هو الانطلاق، هكذا هو التحدي. ونعود مع التوقيت الزمني 7 دقائق و56 ثانية و22 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. تهانينا والناموس للمالك سلهودة محمد بن غريب ابراهيم المصبح لكتبي المركز الثالث. وصلت نرجو من مالك سلهودة المركز الثاني. وصلتنا وصلتنا الشاهينية. توقيتها الزمني 7 دقائق و56 ثانية و60 جزء من الثانية. نرجو من مالك الشاهينية مراجعة لجنة التشبيه والتثبيت. المركز الثالث هناك التوقيت الزمني 7 دقائق و58 و38 جزء من الثانية. هنا اللي وصلتنا أنصيح لعمر بن علي بن طفلة. هكذا هي النتيجة بالفعل مع ثالث أشواط، ثالث عشر.